ضغط الشارع والمظاهرات العارمة التي عمت العاصمة المقدونية سكوبيا مساء الخميس، أعلن المتحدث باسم البرلمان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 5 حزيران المقبل، وذلك بعد حل مجلس النواب. المظاهرات جاءت بعد قرار الرئيس جورجي إيانوف بالعفو عن نحو 60 مسؤولا اتهموا بفضيحة التنصت التي هزت مقدونيا. أعتقد أن القرار يحمي مصالح الدولة وأبلغكم أني أدعمه. كل من يعتقد أن الحق قد أخذ منه أو أني قد أسأت إليه بسلوك ما أو أن يريد أن يثبت براءته أمام القضاء، أدعوه بشكل شخصي من خلال إعلان رسمي مكتوب أن يقدم طالبا لإبطال أي قرار بشأنه. الدعوة للانتخابات المبكرة جاءت كجزء من التسوية بين الاتحاد الأوروبي ومقدونيا لوضع حد لأشهر طويلة من الجمود السياسي.